خير؟ خير يا حماتي ان شاء الله. هو انا بيجي من وراي غير كل خير؟ طبعا. انت هتقول لي ولما انت جاي ما جبتش ابنك معاك ليه؟ لازم تبعتوه لوحده مع حد غريب؟ لا ما انا ما كنتش جاي اصلا، بس لما قعدت فكرت في كلامك كده قلت لا ما بديهاش بقى، انا لازم اقعد معاكي وجها لوجه. خير؟ بصي يا حماتي، انا الحقيقه مش هقبل على كرامتي ان انت تدفعي لي حق تعليم بنتي. انت؟ انا. ايه هو انا ما عنديش كرامه ولا ايه؟ لا لا، ازاي العفو، عندك كرامه طبعا. خلاص ادفع انت، بالعكس وفرت. لا ما انا مش هدفع برضه. يعني ايه؟ يعني خلاص بقى حبيبه، تخش مدارس ناشونال عاديه وزي ما انا قلت لك في الاول وخلاص. انا جوع ومحدش يصرف على بنتي وانا عايش، ربنا يتولاها بقى. انت عايز ايه يا ابني انت؟ ما انا قلت لك قبل كده ان الموضوع ده هيأثر على نفسيه حبيبه جدا. معلش، طب هنعمل ايه بقى؟ ما هي لازم تقدر ظروف ابوها. انت عايز ايه؟ انا مش عايز حاجه. امال هتعمل في بنتك كده ليه؟ ما اصل هعمل ايه طيب يا حماتي؟ ما انت اللي زنقاني الزنقه السودا دي. انا؟ تخيلي. ليه؟ كده؟ ما هو في حاجه تانيه، لو انت عملتيها حبيبه هتخش مدارس انترناشونال، وانا مش هاخد منك فلوس، وكرامتي هتتحفظ، والدنيا هتبقى سندوسي. حاجه ايه؟